في البداية، ما هي التوقعات بخصوص مسار الإعصار دانيال؟ السلام عليكم. في البداية حقيقة ما صار الموقف أو ليس أثار هو بالمعنى الأثار، العلمي هو عاصفة مطرية إن وصلت إلى درجة العاصفة المطرية، ولكن أثار يعني هذا لا يندرج تحت الأثار. الأثار يعني انحدار الضغط أو مركز الضغط فيه يكون 960 ملي بار، وهذا الموقف 999، فلا يدرج تحت هذا التصنيف عاصفة مطرية. ربما منخفض، وطبعا عميق متعمق في طبقات الجو العليا، الآن تحرك ناحية المناطق الحدودية، يعني تأثيره حيبقى على مصر والمناطق الحدودية الليبية. المنطقة الشرقية يعني بقايا من السحب قد تظهر خلال هذا اليوم، لكن أهميتها بسيطة بالكاد لا تذكر، يعني حتى لو هطلت بعض الأمطار ستكون خفيفة. إذا الخطورة قد يعني تلاشت بشكل كبير على المناطق الشرقيه، خطوره هذا الاعصار المطري او عفوا هذا العاصفه المطريه. حركتها ناحيه مصر تدريجيا يضعف، حتى لو كان في مصر حيكون اضعف، ويتحرك ناحيه الشرق الى ان يتلاشى بشكل تام خلال ال 24 او 48 ساعه القادمه. اذا بصفه عامه عوده الاستقرار على مناطق الشرق الليبي بشكل تام تدريجيا، وهدوء الرياح التام، والامطار تقل بشكل كبير وكبير جدا بعد ان خلفت، بعد ان سجلت كميات هائله من الامطار حقيقه لم تسجل منذ عقود حقيقه. كانت 414 ملم في مدينه واحده وخلال ساعات فقط، يعني كانت هذه الكميه لا تستوعب هذه البنيه التحتيه مع انهيار السدود حقيقه. كانت الماساه والكارثه على مناطق قرنة تحديدا التي انهار فيها سدين. هذا الانهيار جرف يعني مياه كبيرة جدا في منخفضات المدينة، ما أدى، وطبعا فيه بناء في منخفضات المدينة، ما أدى إلى جرف كل ما أمامه من سكان، من مساكن، من ما بها من سكان. فالكارثة كانت ذل عظيمة حقيقة على ربوع الوطن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق هؤلاء الموتى الشهادة على كافة الصعد، ونرجو وندعو الله أن تكون البقية في خير وسلام إن شاء الله الذين تحاصرهم المياه حقيقة. نعم نعم سيد محي الدين، هل كانت هذه العاصفة مفاجئة؟ والله القدر، خلينا نكون صريحين، يعني الكميه الهائله بالامطار كانت مفاجاه. كنا نتتبع هذه الوضعيه وحذرنا منها، حذر منها المركز الوطني للرصاد الجويه بان هناك امطار غزيره ستكون على المناطق الليبيه بدايه بالغرب ثم الشرق الليبي، واعطينا تحذيرات لكافه الجهات الحكوميه. لكن هذه الكميه حقيقه التي لم تشهدها البلاد منذ 10، يعني من اكثر من 40 سنه، كانت غير متوقعه. كنا نتوقع ان تكون الكميه 100-150 ملم، لكن ان تصل 400 متر، اكثر من 400 ملم، هذا حقيقه لم يكن متوقع، وكان شيء غير عادي وغير اعتيادي على مناطقنا حتى شمال افريقيا باكملها. يعني ربما، واقول ربما واعتقد جازما بان ربما التغير المناخي له دور كبير في هذه الوضعيه حقيقه. منخفض بقيمه 999 ملي بار يحدث هذه الضرر ويحدث هذا المياه الغزيره التي هطلت، ويعني بكميات هائله في وقت قصير جدا، يعني وصل حتى التطرف الزمني كان شديد جدا، او التطرف المطري كان شديد، يعني هطلت امطار كميات كبيره في وقت قصير، وهذا ما يسبب وما يساهم في زياده الكارثه. يعني يحتاج الى بنيه تحتيه عاليه جدا، متقدمه جدا، حتى تستوعب هذه الكميه من المياه التي هطلت والتي اجتاحت المنطقه بشكل كبير وسريع جدا. فكانت النتيجه حقيقه ماساويه على ربوع المدينه والمدن الجبليه باكملها. يعني نعم سيد محي الدين، هل ممكن ان نشهد المزيد من هذه العواصف؟ والله المنظمة العالمية للصحة الجوية الآن أقرت أو أكدت أن الكوكب الأرض حدث له التغير المناخي، يعني بات هذا الموضوع التغير المناخي أكمل أمرا حتميا، يعني
سنشاهد كما شاهدنا في الصيف درجات حرارة في دول أوروبية وصلت 48 درجة مئوية، يعني على غير العادة وعلى بشكل يعني مختلف تماما عما قبل عن السنوات الماضية. الآن نشاهد في ليبيا، يعني شاهدنا في ليبيا منخفض جوي أدى إلى أمطار تصل إلى 400 مليمتر. هذا المنخفض سمي إعصار، وما هو بإعصار حقيقة، هو منخفض عميق فعلا، ولكن أعتقد جازما كما أشرت أن أثار التغير المناخي بدأ العالم يجنيها رويدا رويدا، ومازال سنجني هذه الآثار السلبية يعني في عديد من المدن. ربما اليومين الماضيين كانت في ليبيا، لا ندري أين تكون في أي بلد المدة القادمة. حقيقة سنرى مآسي من هذا التغير المناخي إن لم نتدارك الموقف. الدول المتقدمة طبعا إن لم نتدارك الموقف، طبعا ليبيا أو مصر أو أي دولة لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيئا، ولكن الدول المتقدمة مجتمعة ربما تساعد في هذا الانبعاث الهائل من الغازات التي يعني غزت العالم وغزت الكوكب وأثرت بشكل سلبي على الأرض وأثرت بالتغير المناخي بشكل كبير وكبير جدا. نعم. سيد محيدين، هل وصلت المساعدات إلى ليبيا؟ المساعدات المقدمة من الدول الأخرى هل وصلت إلى ليبيا؟ والله حقيقة مساعدات ضعيفة جدا للأسف، مساعدات لا ترتقى إلى مستوى الحدث حقيقة. المساعدات إلى الآن مساعدات من المدن المجاورة حقيقة تصل، ولكن من الدول المجاورة للأسف الدول الشقيقة إلى حد الآن يعني ضعيفة جدا جدا. نعم. سيد محيدين، ما هي أبرز الاحتياجات المطلوبة في ليبيا الآن؟ والله شوفي، هي في الآن مناطق محاصرة بالماء، يعني مش ليس باستطاعتهم الدخول إليها. أعتقد أنهم يحتاجوا حتى إلى طيران. ليبيا مؤهلة من ناحية فرق الإنقاذ لمثل هذه الكوارث؟ يعني مثل ما ذكرت المروحيات، أو هناك جرافات معينة تعمل في الماء؟ نعم بالضبط. نعم. يعني مروحيات وما إلى ذلك من معدات يعني لإنقاذ هذه الأرواح التي عالقة إلى حد الآن وتستغيث حقيقة، وإلى حد الآن لم يستطع أحد الوصول إليها. وماذا عن جهود فرق الإنقاذ؟ نعم. ماذا عن جهود فرق الإنقاذ؟ فرق الإنقاذ حقيقة بإمكانيات ضعيفة للأسف، ولكن يحاولوا بقدر جهدهم ما يعني ما بإمكانهم عملها إلى حد الآن، وندعو الله أن يوفقوا. نعم. طب إلى متى متوقع أن يستمر أو تستمر هذه العاصفة؟ لا، انتهت العاصفة خلاص. بالنسبة للعاصفة غادرت أراضينا، اليوم بقايا من السحب كما أشرت في حديثي تظهر وتتلاشى في أحيان وتتكاثر أحيان، لكن الأمطار تكاد تكون يعني بسيطة جدا، هي أقصى الشرق الليبي تبرق والمناطق الحدودية، ولكن بإذن الله انتهت العاصفة ودخل مرتفع جوي أو منطقة استقرار جوي تعمل على استقرار الجو، وأجواء إن شاء الله تكون صافية إلى قليلة السحب، أجواء يعني مستقرة على ربوع المنطقة الشرقية بعد أن اجتاح هذا الوضع الجوي السيء حقيقة.